للمولودية في الدقائق الأخيرة من هذا الشوط، تتحرك بقوة، أخذ ورد أمام الحارس دوخة، لكن التسرع حال دون الوصول إلى المبتغى. ونهاية المرحلة الأولى بنتيجة بيضاء 0-0. الشوط الثاني كالعادة بداية قوية لمولودية الألمة التي تمكنت من تطويق منطقة الحارس دوخة. حامتي كان بمثابة السم الناقع، وفي أكثر من مناسبة عناصر البابية احتجوا على حكم اللقاء وطلبوا بضربتي جزاء بعد محاولتي حامتي. أحسن لقطة في هذه المقابلة الدرارجة من المولودية على اليمين، يحاول ودوخة، ولا أروع ولا أجمل، كلاكات يحول الكرة إلى الركنية. الدقائق الأخيرة عرفت ضغط مستمر من قبل عناصر مولودية العلمة، لكن بدون نتيجة، 0-0. ونقطة ثمينة وثمينة يعود بها دوخة والرفقاء إلى الديار. هل هو الديكليك لاتحاد الحراش؟ نظن أن الانطلاقة تاعنا كانت سيئة، لكن اليوم الحمد لله يا ربي تفوقنا باش نجيبوا نقطة ثمينة من العلمة. ما كانت سهلة، الكل هذا كان بفضل إرادة تاع اللاعبين وبفضل كل الطاقم اللي كان معنا، خاصة الأنصار اللي حضروا اليوم بقوة وساندونا حتى الدقيقة الأخيرة. هذا الفوز أنا بذاتي لهديه المدرب شارف، اللي إن شاء الله نتمناه باش يعود على العارضة الفنية، لأنه الفريق في أمس الحاجة المدرب كفو اللي الجزائر كامل تكلم عليه على الأخلاق تاعه وعلى العمل تاعه، وإن شاء الله يكون معنا في الحصص التدريبية الأخرى باش نحضروا المقابلة الجاية من مدينة وهران، ونقول أنه اليوم نطمن الأنصار تاعنا إن شاء الله ديكليك، وهذه الانطلاقة إن شاء الله بربي مش حيكون عندنا تعثرات قادمة إن شاء الله، راح نظهروا بوجه قوي إن شاء الله، ومعروفة فريق اتحاد الحراش وبالأنصار تاعو، راح نديروا اللي علينا إن شاء الله باش نحققوا الانطلاقة تاعنا في الميدان تاعنا خاصة، ونحيي أيضا الأنصار اللي ساندونا ونطلبوا منهم السماح للمقابلات اللي جازونا هذو، لكن اليوم نظن أنه انطلاقة تاع اتحاد الحراش. فريق الحراش كي جا كان قاعدنا في وسط الميدان، كان محصل مليح وسط الميدان تاعو، والدفاع اللي يلعب كان يلعب الكرات المباغته اللي خلت لنا سكرتنا بعض المشاكل اللي هضرنا مع اللاعبين، حاولنا بك ندخلوا على الاطراف في الشوط الثاني. هما داروا شونجمون، استادير في الشوط الثاني داروا شونجمون، بعد الشونجمون هذيك زادوا رونفورسو استادير لا ديفونس، اللي خلتنا حنا بقينا اللاعبين شويه تقلقوا، حوسوا يجريوا لقاو يجريوا ورا النتيجه، هذه اللي خلت شويه فرق كبير اللي اللاعبين كانوا شويه تقلقوا ما غادروش يعني يسجلوا الهدف يعني تاع المقابله.